السلام عليكم. إيران تعرضت لانفجار جديد داخل أراضيها صباح هذا اليوم. وكالة إيرنا الإيرانية تحدثت عن التفاصيل الكاملة لهذا الانفجار بالإضافة إلى وكالات عالمية مهمة مثل وكالة رويترز أو حتى سبوتنيك. الانفجار كان قد جاء إلى جنوب إيران باتجاه بندر عباس المطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز. وسترون بأن هنا بندر عباس كما تلاحظون، وهذه هي مصفات بندر عباس، ومصفات آفتاب هي التي تعرضت لهذا الانفجار. هذه هي المصفات التي ترونها أمامكم. وبحسب كل هذه التقارير بأن الانفجار كان كبيرا، وبحسب محافظ بندر عباس قال بأن هذا الانفجار أدى إلى مقتل شخص أو عامل من العمال بالإضافة إلى جرح 3. لم تكن هنالك أي صورة أو مقطع مصور لطبيعة هذا الانفجار، لكن الشركة المسؤولة وهي شركة آفتاب لتكرير النفط المسؤولة عن هذه المصفات قالت بأن كانت هنالك عمليات إصلاح لإحدى الأفران الموجودة بهذه المصفات مما أدى لهذا الانفجار. بمعنى آخر بأن كل هذا الانفجار وكل ما جرى هو عبارة عن حادث لا أكثر ولا أقل. مشكلة الحوادث والانفجارات التي تجري في منشآت النفط ومنشآت الغاز داخل إيران هي ليست بالقضية النادرة الحدوث، لا أبدا، هي تحدث بشكل متكرر بشكل مكثف وبفترات متقاربة للغاية. وعادة ما تتهم أطراف داخلية وأطراف خارجية بالقيام بمثل هذه الانفجارات التي عادة ما تأتي بشكل غامض. على سبيل المثال، قبل 3 أسابيع فقط كنا أمام انفجار كبير للغاية وسط إيران طال أنابيب الغاز الخاصة بإيران. كان الانفجار قد تسبب بأضرار كبيرة بالقرب من أصفهان حيث ما تتواجد منشأة نطنز النووية. كانت هنالك أضرار واقعية تحدثت عنها إيران، وقال المسؤولين الإيرانيين ببساطة بأن هذا كان عبارة عن عملا تخريبيا تعرضت له أنابيب الغاز في الداخل الإيراني. وجاءت نيويورك تايمز بعد يومين فقط من هذه الانفجارات لتتحدث بأن إسرائيل كانت خلف هذه العملية، بل إن بندر عباس بالعودة إلى هذه المنطقة التي نتحدث عنها اليوم في سبتمبر الماضي على سبيل المثال كان هنالك انفجارا أيضا، ولكن ليس في المصفات التي نتحدث عنها بل على بعد 17 كيلومترا هنا بهذا الاتجاه باتجاه مصفات بندر عباس، إحدى أكبر المصافي الموجودة في الداخل الإيراني. هي أيضا تعرضت إلى انفجار وكان هذا الانفجار كبيرا للغاية، وظل ظروف هذا الانفجار غامضة للغاية. لم يكن هنالك الكثير من التفسيرات التي طرحت حول ما جرى في هذه المصفات، وأكدت المعلومات التي نشرت من الأوساط الإيرانية، الأوساط الشرق أوسطية والأوساط الدولية بأن هذا الانفجار أدى إلى مقتل عامل وإصابة 4 أيضا بسبب تسريب مكثفات الغاز الموجودة في هذه المصفات. هذا هو كان السبب. ولكن أيضا في نفس الوقت قبل شهرين من هذه الحادثة التي نتحدث عنها في يوليو تحديدا في مصفات آفتاب التي نتحدث عنها اليوم كان هنالك أيضا انفجارا، وقالوا بأن هذا الانفجار لم يوضحوا لماذا هذا الانفجار قد جرى، ولكنهم أكدوا بأن كان هنالك 8 أشخاص على الأقل من رجال الإطفاء قد أصيبوا بسبب هذه الانفجارات الخطيرة والكبيرة للغاية التي طالت هذه المصفات. وكانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة المصفات والنار التي اشتعلت فيها، وتلاحظون رجال الأمن كانوا يغلقون الطريق من كل اتجاه على هذه المصفات، بالتالي لم يعرف أحدا بالضبط ما الذي جرى. لم تكن هنالك الكثير من المعلومات التي وردت عن هذا الحادث، بالتالي كان هنالك غموض عالي للغاية مما جرى هنا. والمثير بأن الحادث والانفجار الذي نتحدث عنه اليوم في مصفات آفتاب هو يأتي بعد أقل من 24 ساعة فقط من ما جرى من هجوم خطير للغاية، هو الأخطر على الإطلاق، من قبل جماعة الحوثي في اليمن على سفينة ترو كونفيدنس. وأن هنالك اعتقاد كبير للغاية بأن سفينة بهشاد الإيرانية هي التي شاركت بشكل مباشر وخطير من أجل استهداف هذه السفينة التي نتحدث عنها. تفاصيل الاستهداف لهذه السفينة نشرت من هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية التي قالت استهداف السفينة كان هنا في هذه النقطة، بالإضافة إلى بيان واضح جدا من العميد يحيى سريع الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي. والقيادة المركزية الأمريكية صدرت اليوم بيانا لتتحدث عما جرى. السفينة كانت قادمة من الصين مباشرة
إلى جدة في المملكة العربية السعودية، أي بمعنى آخر أن السفينة كانت قادمة هنا عبر خليج عدن، ومن المفترض أن تتعدى مضيق باب المندب بهذا الاتجاه باتجاه البحر الأحمر. الآن هذه السفينة بمجرد ما اقتربت من مضيق باب المندب هنا بهذه النقطة تقريبا كما لاحظنا، جماعة الحوثي رصدت هذه السفينة وقاموا بإطلاق نداءات وإنذار لهذه السفينة، طلبوا منها من العودة إلى أدراجها وتغيير مسارها. السفينة توافقت تماما ولم تكن ضد هذه النداءات نهائيا، بل إنها فعلا استجابت لهذه النداءات وغيرت اتجاهها. ولكن على ما يبدو أن جماعة الحوثي لاحظت من التسجيلات الخاصة بهذه السفينة كما هو كان واضحا لهم بأن هذه السفينة تابعة لإحدى الشركات الأمريكية، وهنا قاموا بإطلاق صاروخ مضاد للسفن وقاموا باستهدافها مباشرة، والاستهداف كان خطيرا، اشتعلت النار بهذه السفينة، مما أدى ولأول مرة وللمرة الأولى على الإطلاق إلى مقتل 3 من طاقم هذه السفينة من البحارة، بالإضافة إلى إصابة من 4 إلى 6 من الطاقم الخاص بهذه السفينة. 3 منهم هم في حالة حرجة للغاية، وكان هنالك إخلاء للطاقم في هذه السفينة، ضرر هائل للغاية، توقفت السفينة تماما عن الإبحار، ومدمرة هندية، بالإضافة أيضا إلى إحدى السفن الحربية الأمريكية قد اقتربت أيضا من هذه السفينة من أجل إنقاذ الطاقم ومن أجل محاولة إنقاذ هذه السفينة وتفادي الضرر الذي جاء هنا في هذه المنطقة. وكانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة إصابة هذه السفينة، وسنلاحظ هذه هي كانت اللقطات من طبيعة الإصابة من تصوير قادم من المدمرة الهندية كما لاحظنا، وهذا هو الطاقم في المياه كما تلاحظون، يعني أخلوا السفينة مباشرة دليل على الوضع الصعب الذي عانت منه هذه السفينة. ونلاحظ هنا بأن الدخان يتصاعد كما هو واضح من هذه السفينة. القيادة المركزية الأمريكية نشرت صورا أيضا لطبيعة هذا الدخان المشتعل من منطقة القيادة الخاصة بالسفينة، وتلاحظ أن الضرر واضح هنا، ونلاحظ الدخان يشتعل ويتصاعد من هذه المنطقة، صورة أخرى واضحة لطبيعة هذه الإصابة، ونلاحظ بأن الإصابة والصاروخ قد ضرب هذه النقطة تحديدا، لاحظ الضرر هنا، ولاحظ أن الضرر هنا، واضح أن الصاروخ قد اخترق هذه المنطقة، بالتالي كما تحدثنا هذه منطقة هي لتواجد الطاقم والبحارة الموجودين بهذه السفينة، نقطة القيادة هنا، تلاحظ الدخان هنا يتصاعد، مما يرشح بأن هذا الصاروخ قد وصل إلى محرك هذه السفينة ولذلك تعطلت وأصبح وضعها خطير للغاية، وبالتالي تم إجلاء الطاقم بالكامل من هذه السفينة. السفينة لم تغرق حتى هذه اللحظة، ولكن مرشحة فعلا بالغرق، ليست هنالك تقارير تؤكد بأنها ستغرق، ولكن مرشحة للغرق فعلا كما حدث مع روبيمار البريطانية كما لاحظنا من ضربه، وبعد أيام وأسابيع غرقت في نهاية المطاف. المشكلة أن جماعة الحوثي وقعت بعدد من الأخطاء عند استهداف هذه السفينة. اتضح من التسجيلات الخاصة بهذه السفينة بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو أي شركة أمريكية هي غير مملوكة لأي شركة أمريكية بأي شكل من الأشكال، بل هي مملوكة من قبل شركة يونانية، وهذا الأمر أكده جي كابتن كما تلاحظون بأنها Greek owned، وحتى الشركة المشغلة لهذه السفينة هي عبارة عن شركة يونانية. وكذلك على سبيل المثال سي تريد ماريتايم نيوز كانت قد أكدت بأن السفينة مملوكة من شركة يونانية، المالك السابق هو كان شركة أمريكية في حقيقة الأمر، شركة أمريكية التي كانت تمتلك هذه السفينة وبعدها باعوا هذه السفينة لشركة يونانية. كذلك أن الطاقم الخاص بهذه السفينة هم كلهم من هذه الأعلام التي ترونها، من الفلبين، من فيتنام، من سريلانكا، ومن الهند، وكذلك من النيبال كما نلاحظ، بالتالي ليس هنالك أي أمريكي أو بريطاني من هذا الطاقم أو إسرائيلي. السفينة ليست أمريكية، ليست بريطانية، ليست إسرائيلية، لا قادمة من إسرائيل، لا متجهة لإسرائيل، لا ربط لها بكل بنك الأهداف الخاص الذي تتحدث عنه جماعة الحوثي. كذلك أن السفينة قد استجابت كما تحدثنا لنداء جماعة الحوثي، وهذا تسجيل للحظات وكيف تحركت هذه السفينة باتجاه مضيق باب المندب. هذا هو مضيق باب المندب، ولاحظ
كيف أنها استجابت لهذا النداء الخاص بجماعة الحوثي وانسحبت بمسافة لا بأس بها، ولكن بعد ذلك أصابوها بهذا الصاروخ الذي نتحدث عنه. وهنا ما هو مثير للجدل بأنهم العميد يحيى سريع يقول بأنها سفينة أمريكية وأعطوا لها الإنذار، مع العلم بأن السفن الأمريكية في العادة والبريطانية أو الإسرائيلية تستهدف مباشرة دون أي إنذار لأنها من ضمن بنك الأهداف الخاص بجماعة الحوثي. وهذا يعتبر أيضا خطأ آخر نتحدث عنه. المثير بهذا هذه المسألة عند وصولها لهذه المنطقة كانت سفينة بهشاد الإيرانية قريبة للغاية منها بحسب هذه التسجيلات. هنا سفينة بهشاد، ولاحظ كيف أن سفينة بهشاد كانت تسير ذهابا وإيابا وهي تراقب هذه السفينة وهي تتحرك باتجاه مضيق باب المندب. بالتالي من الممكن معلومة بأن هذه السفينة True Confidence بأنها سفينة أمريكية قد تكون جاءت من سفينة بهشاد برسالة أو بإشارة لجماعة الحوثي تقوم بجماعة الحوثي في نهاية المطاف بهذا الاستهداف الخطير والأخطر على الإطلاق. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الأسوشيتد برس عن طريق مسؤولين في البيت الأبيض أكدت بأن الولايات المتحدة سترد على هذا الاستهداف بشكل مباشر، وطبعا بالتالي كل التوقيتات مثيرة للغاية بين الانفجار الذي طال العمق الإيراني في هذه المصفات وبين ما يجري في المياه الدولية من جماعة الحوثي بمشاركة وبدعم إيراني.